لا الاجراءات الحقيقه قويه جدا يعني اصعب الاجراءات على الوسط يعني هنرجع بقى كلنا الامني او الاجراءات محدش يجي من كل حاجه يعني الساعه جميع الاتجاهات اشتغلنا على مدار الشهر الاخير على مدار التنسيق كامل مع القوات المسلحه ومع الشرطه ومع طبعا الهيئه العليا للمعقبات كل ده تم بشكل سلس وخلينا اقول ان محافظه القاهره رغم انها بتضم 7.5 مليون داخل واكثر من 12% من اجمالي عدد الداخلين في مصر لكن كنا على مستوى هذا الحجم الكبير احنا عندنا 1410 لجنه فرعيه بتضم 44 لجنه عامه واكثر من 800 مركز انتخابي 38 حي شغالين كلهم في هذه العمليه بقالنا حقيقه فتره رتبنا كويس جدا رتبنا التامين الاداري داخل اللجان فيما يتعلق بكل شيء داخل اللجنه من اول الاسطوانات الحريريه لغايه مكان المبيت بتاع القوات لغايه مكان تامين صناديق الانتخابات كل شيء الحقيقه الكاميرات الداخليه التجهيز الداخلي لغات الميه يعني امننا داخليا داخل اللجان وبعدين خارجيا رئيس الحي واحد تكليفات معينه وفتشنا عليه مرينا عليه خلال الفتره اللي فاتت الطريق للجنه لازم يبقى مؤمن تماما لو في صناديق تماما تشال لو في عربيات وقفه راكبه تشال الطريق لازم يبقى ميسر لازم يعمل تند على الباب عشان الشمس للمراقبين ولازم يبقى في كراسي وفي كراسي متحركه عشان لو في حد معاق والحقيقه كل شيء تم الاناره عشان بالليل لان طبعا هنوصل لغايه الساعه دي احنا محتاجين اناره فالاعمده كشف عليها بالنظام الحمد لله مش صباح الفجر احنا شايفين ان شاء الله هيبقى في نسبه اقبال بعيد عن المنتخبات دي احداث اسكندريه اثرت على المواطن المصري ما اظنش دليل ان احنا موجودين كلنا اهو والناس كلها مليانه في الشوارع ما اظنش يعني الشعب المصري بقى فاهم كويس جدا ان دي كلها يعني محاولات خبيثه ما حدش هيحجم على النزول لا طبعا مش هيحجم على النزول لانه عنده حس وطني وفاهم كويس جدا ان دي يعني محاولات من الارهابيين وهم اتمسكوا الحمد لله امبارح يعني ده دليل على برضه يقظه قوات الامن وعلى ان احنا جاهزين تماما لصدهم في اي مكان